اهلا وسهلا، تفضل حبيبي. اهلا وسهلا. عمي انا مبسوط كثير لانك انت وافقت اجي اطلب ايد بنتك. طبعا، لانه حضرتك طلعت انسان ابن حلال، ونحن عم نفتش على ابن الحلال بهالايام بالسراج والفتيله، والاهم من هيك انه عائلتك طلعوا جيراننا قاعدين هون حدنا يعني بالحي الثاني. يا اهلا وسهلا فيك. بس طبعا نحن ناطرين اهلك، لانه مش معقول انت تطلب ايد بنتي واهلك مش موجودين. لا اكيد يا عمي، اهلي رح يطلبوا ايد بنتك. نحن عائله بنحافظ على العادات والتقاليد يا عمي. تفضل احكي مع اهلي. عمي احكي مع اهلي على السكايب. نعم. مرحبا يا جماعه. والله يا جماعه مثل ما بتعرفوا الدنيا اسمي ونصيب، وابننا شاب طيب ومزبط حاله مزبوط، وحابين نطلب ايد هالبنت، وان شاء الله بصير في نصيب وبصير في خبز وملح وبنصير عائله واحده ان شاء الله. ماما ليك العروس وينها؟ هاتان. اسم الله اسم الله يا ماما، عرفتنا ايد بتجنن. هلا اهلك عم يطلبوا ايد بنتي على سكايب؟ زمن بتعرف. هلا انت مهم عمي، وافقت؟ ليك حبيبنا انت عندك ايميل ما هيك؟ ايه. شو ايميلك؟ ليه؟ يا اخي لانه نحن هون بالعائله يعني بدنا نقعد نعمل تشات مع بعضنا كلنا سوا، ونقرر لنشوف اذا رح نوافق على هالزواج ولا لا، بعدين بنبعث لك ايميل بالنتيجه. ليه ما عندكم واتساب؟ لا والله ما عندي واتساب. بيي وينك؟ قدم لها المحبس بسرعه، هلا بشوفوا المحبس بينزلكوا جماعه وبغيروا رايهم، يلا قدم لها المحبس هلا فورا. عمي محبس يو اس بي 8 جيجا مش من قيمتكم. قوم 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 في المنون. قوم في المنون. يلا شوف درميل. يلا تا تا تاخذ اهلك معك، تا خذوا المنون احسن ما فرمتكم كلكم سوا. يلا لشوف. يلا. هيدا اللي كان بعد ناقصني. فوت فيروس لعندي هون على الباب. شت داون هنا. شت داون. شت داون. والله قسما عظما بعمل لك ديليت.